الدعايه والسبونسر للعبه التنس في دولنا العربيه، وين تشوف اهميتها وين تكمن الاهميه؟ الرعايه مهمه جدا، لذلك لازم يخش فيها القطاع الخاص. لذلك احنا كموقع اول موقع تنس عربي في الشرق الاوسط والوطن العربي يلا تنس دوت نت، حطينا ده هدف من اهدافنا يعني، والاونر من الكويت. فبالنسبه للموقع بدانا فعلا شراكه ووكاله مع كوتشيم، اداره كوتشيم مصر والكويت. اللاعبات اللي معانا في منهم لاعبه واحده فقط هي اللي جت قبل كده هنا في الكويت، الاثنين التانيين برضو اتفاجئوا يعني بالظروف، الجو كانت تقيل عليهم شويه مش متعودين على كده، فلكن الاداء بتاعهم كان طيب، وفي منهم اللي كسب ماتشين وفي منهم اللي كسب ماتش. اي نعم هما ما كملوش للادوار النهائيه، لكن ان شاء الله هيفرق معاهم تواجدهم في الاسبوع الاول، بحيث ان هم يطوروا ادائهم في الاسبوع الثاني للبطوله اللي جايه، لان في بطوله هتبدا يوم السبت الجاي والحد، فان شاء الله يكون ادائهم اعلى ونسجل نتائج افضل، وان شاء الله متوقع ان يوصلوا النهائي ان شاء الله. فرقت النتائج بالنسبة لكم للاعبات المشاركين في البطولة 13 إلى البطولة 14؟ طبعا فرقت كتير. احنا لو تذكر ان احنا لما عملنا اللقاء الاول قلنا ان اللاعبات كسبوا ماتش واحد، وانا قلت لكم ان شاء الله البطولة الجاية هيوصلوا النهائي، وبالفعل الحمد لله عندنا لاعبة ريتاج وصلت للكوارتر فاينل، وبعد كده معانا ماريا فهمي وصلت للمباراة النهائية وهتلعبها بكرة إن شاء الله بإذن الله. تكلم عن تحضير اللاعبات للمباراة النهائية، نقول لاعبة يعني ماريا وصولها للنهائي، شلون تحضير نقول النفسي؟ أكيد مهم خاصة بأن خلاص ما في وقت غدا النهائي. طبعا هو يعني الكويت كان وشها حلو عليها، هي أول مرة تيجي هنا وأول مرة توصل نهائي في ITF، فطبعا ده نفسيا بالنسبة لها شيء جديد وفي نفس الوقت جميل ومفرح، فهي طبعا احنا بنعيش الفرحة معاها، لان طبعا سنهم صغير، بنحاول نفهمهم ان بكرة ونقول لها يعني ان بكرة سواء كسبتي او خسرتي وصولك في حد ذاته انجاز، والفوز مش بعيد، ودي فرصة ان احنا نحقق فيها اقصى شيء ممكن وابعد حاجة ممكن نوصل لها. وصلنا النهائي اول مرة، ممكن نكسب اول مرة ويكون ده فارق كبير. طبعا هي هتلاعب مصنفة تانية على البطولة وهي مش مصنفة على البطولة، فده برضو ممكن ما يخليها ما عندهاش حاجة تخسرها، تلعب تطلع كل التنس اللي عندها، فده دي كانت التعليمات اللي احنا قلناها لها يعني. اخيرا تجربة يعني كانت تواجدكم في البطولة 13 وايضا 14، هل النية قادمة ايضا في المشاركة فيما كان هناك يعني ايضا اقامة بطولات بهذا الشكل؟ هو اكيد ان شاء الله، بل بالعكس هيزيد العدد ان شاء الله. احنا المرة دي شاركنا بثلاث لاعبات، عملنا لهم سبورت ورعاية في الاقامة، هنحاول ان شاء الله السنة الجاية يكون معانا بدل ثلاثة يبقوا ستة، ممكن يبقوا ثلاثة اولاد وثلاثة بنات، بحيث ان طبعا زي ما قلت لحضرتك في الاسبوع الاول ان اصعب شيء على اللاعب مسألة التنقل والمصاريف والاقامة، فمسألة الرعاية مهمة جدا جدا جدا، فان شاء الله تفرق ويبقى في تواجد مصري اكبر.